قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إن الجيش قطع العهد على نفسه لتحقيق أمال الشعب الليبي، ولابد من القضاء على الجماعات الإرهابية التي تعكر صفو البلاد. أمر يحتاج إلى تضحية المستقبل، ونحن قطعنا العهد على أنفسنا أن نحقق أمال الشعب. ليست القضية في طرابلس ولا بنغازي ولا غيرها، لكن لابد أن تكون ليبيا خالية من جميع هذه المجموعات التي تعكر صفو حياة الليبيين. لابد من القضاء عليهم، وخاصة بعد ما سمعنا في هذه الأيام بعض الكلام الغريب العجيب. كانوا يعتقدوا أن بهذه الاضطرارات أن يغيروا مجرانا أو يحاولوا قدر الإمكان أن يأثروا فينا.